جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم واسعد الله مساءكم في أسعدكم من المدرجات. كما والفتم معنا كل خميس راح نسلطوا الضوء على قضيه وعلى فريق من القسم الوطني الاول والثاني وحتى الهوات فيما بعد. هذه المره جبنا لكم فريق راه يعاني عنده سنوات، هو فريق كبير باتم معنى الكلمه، لكن في السنوات الاخيره ما راهوش كاع فيها كما يقولوا، راهو يعاني. اذا راح نخليكم تكتشفوا هذا الفريق في التقرير للزميل حكيم بلقيروس ونقولوا لكم. منذ ما يقرب 66 عاما أنشئ نصر حسين داي، ولد ليحصد البطولات فاعتاد جمهوره الوفي الانتصار. شق طريقه مع الأندية التي سبقته إلى حلبات المنافسة، واستطاع أن يحصد بطولة عام 67، وتوج بكأس الجزائر 79، ووصل إلى نهائي كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس 78، بعد أن فسحت له شبيبة القبائل باب المشاركة عقب تتويجها بالثنائية عام 77. فكان صعود النصرية إلى الساحة الإفريقية بنهائي خسروه ضد حورية كوناكري بجيل جديد ضم رابح ماجير، أيت الحسين، مرسقان، صفصافي قصراوي، ينضم إلى مجموعة إغيل، فرقاني، خديس، قنون وآخرون. لكن النصرية أين؟ الملك لم يعد ملكا بعد أن دخل في غيبوبة النتائج، فصار في غياهب الرابطة الثانية يصارع من أجل صعود، مشروع بات صعب التحقيق في ظل النتائج الغير مستقرة التي سجلها هذا الموسم. مركز سادس ب33 نقطة في 8 انتصارات، 9 تعادلات و5 انهزامات. التهميش، النسيان، المعاناة والإقصاء المتعمد هي أهم عناوين فريق النصرية في السنوات الأخيرة. سابقا كانت النصرية مدرسة لاكتشاف النجوم، فولدت ماجر، قندوز، فرقاني، إغيل، مسقان، زيري وحليش. حاليا النصرية تعاني لا تكوين، لا أسماء ولا نتائج. التهمة إدارة متقاعسة وسلطات محلية غير مهتمة، والأدهى من كل ذلك فريق يفتقد ملعبه الزيوي ليكون دون هوية. عاد الصراع مجددا بين عدد من الأسماء حول ملكية نادي النصرية حسين داي، وحتى بين الأنصار، ملك للمقرية أم لحسين داي؟ فماذا حدث بعد سنوات من عسل الانتصارات؟ النهاية واحدة، النصرية اسم لامع ولكن في الظلمات، والخوف كل الخوف أن تسير النصرية طريق أولمبي العناصر. فمن يعيد التاريخ المجيد؟ لكم الإجابة عشاق المدرجات. إذن النصرية هذا الفريق الكبير عنده سنوات هو يتخبط في دوامة من المشاكل، أطراف كثيرة قالت على بالناش شكون يتحمل هذه المسؤولية، كيفاش الناهد كان هذاك الفريق اللي دعم الأندية كل الأندية الجزائرية بلاعبين في المستوى، وحتى المنتخبات الوطنية كان مد الكثير والكثير من اللاعبين بلا ما نذكروا أسماءهم، الكل جامع يعرف واش خرجت النصرية في السنوات الأخيرة. حتى المدرسة تاع نصر حسين داي ما راهيش بخير، الفريق راهو يعاني في القسم الثاني. هذه المشاكل راح نكتشفوها وشكون اللي يتحملها أصلا، راح نكتشفوها في ركن اللاعب رقم 12 من مدرجات 20 أوت ونقولوا لكم. لا كوريبسيون طوطال في الدار، لا كاين والو، خلي واحد صاحو صغر كاع يحب لصالحها، واحد ما يجي يخدم للناد خو، ما عندناش الرجال فيها دوك الشحامينك فاهمني، واك تعرف ملاحه ما فيها دوك كلها حاكمينها اللي ما يعرفش فوطبال ولا حاكم ملاحه وكاع
دونك ما كاش معنا وكاع ما كاشو في النادي. لي ديريجون شويه ماشي باسكو لي ديريجون توجور يتبدلوا والناس اللي يحبوها ماشي هادو عاونوا بصح لازم دونك مع الشركات لازم واحد يكون عنده المال ويجي يقبضها ويدبر راسه هو اللي باسكو ديك تاع بريكولي عام بعام نورمال كل عام حابطين طالعين لازم يجي واحد ملام خلاطين ما عندناش بيرو مليح خو ما كاش بيرو ماشي مليح ما عندناش البيرو يا اخو ما كاش رجال كاع في النادي ما كاش رجال هذا ما كاش ولي زونسيال جوار كاع ايتي كاع واحد موقف هذا ما كاش حنا نحبوها ونورمال لي سيبورتور جبدوا روحهم يا اخو لازم يعاودوا يولوا كيما كانوا زمان هذا ما كاش سيب بالله يا اخو ريبوها هذه النار الناد هادي ريبوها الخلاطين يبيع جوار ما موش يشري جوار ياكل دراهم هدايا يروحوا يخطيونا نحبوا الناد يروحوا يخطيونا اخو اقسم بالله يا اخو ما عندنا صطاد مدرسه يا اخو مدرسه نطلعوا عنا حطوا عام يا اخو يروحوا يخطيونا يخطيونا اقسم بالله يا اخو يخطيونا يخطيونا انا ماشي تاع عنف ولا روحوا برك يا اخو بدلوا لنا البيرو هذا برك يروحوا يديريجو يروحوا يا اخو ما ناش ملاح الغاشي ان شاء الله نتكاليف يا اخو ما عندناش مسيرين هذه هي مسيرين اللي كانوا راح ولادها كانوا الناس كبار دوك الناس اللي عم يسيروا ماشي مسيرين هذا ما كان ريسيفيو يا اخو مازالنا ريسيفيو لي ماتش لي ريسيفيو هنا ريسيفيو الموب نجيبوا لي زيكيب لي يلعبوا على الطلعه ان شاء الله فيها خير انا خويا احنا رانا حابين لي سيبورتور تاع النادي يعاودوا له الستار ما انا حابين والو يا اخو لي سيبورتور يولوا وان شاء الله النادي تولي كيما كانت وهاد العام لا كوب لينا وبيف لينا دراهم يحبوا يفرنوا على ناس واحد اخرين حنا ما يحبوش الناد خاطر حنا يهضروا على التكوين لا غروند ايكيب دارجيري نحبوا ليكرو حنا لي سوار دو فوتبول تاع الجزائر انا نعرف الناد مليحه ولعبت فيها جون ونعرف الناد واش الناد ما يحبوهاش دارجيري كاع ما تحبش الناد خاطر علاش سي لو سوار تاع الفوتبول 82 كاع لي جوار تاعنا حنا كان يعيطونا شامبيون سون تيتر زمان وسقسي خويا الناد عندها بروبليم واحد ما عندهاش دراهم لا غالب أكفاهم عندهم لي جوار ميكون فان سيزون يبيعوهم الله غالب هذا وش حلبت اسم الله رجال اسم الله رجال خويا بسببها الإدارة الملاحة يا أخو نهار كانوا فيها رجال كانت الملاحة دوك خلاصوا رجال في الملاحة أخو الإدارة يا سببها الملاحة لو كان صفي هو الملاحة ولا بس عليها أخو لا غالب أنا اللي ديريجو لا غالب حنا أنا اللي جوار ملاح لا غالب نلعبوا الملاحة أنا غير الملاحة ويعطيكم الصحة قولوا في فناد في فناد ملاحة جيسكا لامور المهزلة اللي وصلت لها النصرية أسباب تاعها المسؤولين اللي جازوا على رأس الفريق وش يخصوها لي مويا ما عندهاش لي مويا مدرسة بقادر كل عام يخرج لك دي جوار دي جوار دي جوار مي كيما كاش ما عندناش تاول ما عندنا ستاد ما عندنا لي ديريجون ما عندنا والو خلاص رانا نلعبوا هكذا شغل هذا بس لا بي بريس لي ديريجون لي ديريجون وكاف ما كاش ولاد البلاد ولاد يعرفوا اللي يعرفوا الفوتبال وكل حاجه لي مويا ولي مويا ما كاش وكان واحد يعاونهم ملاح عندها لي بوندا عندها دي بون ما كاش ولادها ما كاش فكني كانت لا فورماسيون كان كل حاجه مي دو كاش ما كاش فورماسيون راهم يجيبوا منا ومنا على هذيك اللي ما كاش الناه ما يجيبوا كان ولاد الحومه تشوفوا الناه تاع تاع صح خاطر اللي حاكمينها سي دي جيترونجي براويه ما يعرفوا والو في البلد وان شاء الله بربي ان شاء الله دون دو ان شاء الله الناس تولي يشتاق ان جوار يجي يلعب فيها هاد ليكيب يسيروا هاد ثلاثه من الناس هاد الفريق هذا خرج جابك واش خرج اجيال خرج لاعبين كبار ياخذ قاعد بيها يسيروا هاد التعيبات وين راهم هاد وين راهم المسؤولين تاع البلديه وين ما كاين حتى واحد ما هو معاوننا نمد لك اكزومبل زيوي يا اخو زيوي قاعد بيا وكانت تروح المروانه تشوف صلاه تاع مروانه صدقني بالاله يا اخو غير تتكره حياتك رحنا المروانه نلعبوا في شونقي راك تلعب تشوف بيكيه تشوف لحجه تشوف كل زيوي اللي خرج ابا خرج دي صغار قاتلوا فاندي ونحكوا نبداو تاريخ يا اخو نقول لك انا حاجه رحنا المونديال 2002 لو كان ما كانش حليش ما نروحوش عندنا ستاد نقدروا نلعبوا فيه جازوا كاع لي بريزيدون وما عجبهمش الحال لي بريزيدون اللي جازوا كاع لعبنا في الزيوي بصح حنايا حنا هنا ما يخليوناش نلعبوا خاطر تو سامبلومون سي البيرو اللي راهو يدير هكذا سي با لي فيكتيف راهم يديروا اللي عليهم في التيرا ورانا نشوفوا دي فوا لي زاربيت يديروا دي فوا تباينين
لا فيديراسيون نو بار با متبوجي ما والو كاين دي فوت بزاف راه ميصراو بالك دي فوايز لي جوار يسالو فيها وهذه هي حنا ما نهضروش على الباسي لو باسي فات نحوس على لو فيتير النادي اخو كيما نقولوا حنا بكري معروفه باللي مدرسه وناد ماشي تاع القسم الثاني باسكو فيها كاين وكالين كاين خلاطين كاين كدا كاين عباد يسحقوا تحتاجهم الملاحه كيما قال لك السيد مزيان ايغيل قال لك خات انسان مزيان ايغيل كيما قال لك السيد هذايا قال لك بلي يعرف الفريق مليح راك فاهمني اخو يعرف الفريق ولازم لنا لازم كيما قال لك تدعم الملاحه لازم تدعم الملاحه يرحم باباك سبونسور ما كانش ما كاين والو شايف كيف تما لازم الملاحه يوقفوا عليها رجال والحمد لله كاين يا اخو اكتو لي سيبورتور ام جو وقت الشده يلقاوهم يا اخو ما كاش لي سيبورتور حنا غالب نقص تمويل ما كاش لي مويا كيما قال هاد الشركات الكبار هاد الشركات الكبار يا يروحوا غير المولود ديال السياسي علاه عندهم قاعده شعبيه كبيره حنا ما عندناش بصح خرجنا اجيال يا اخو انا خويا شامبيون هنا حملنا لي جوار تاع النادي يلعبوا 6 6 حنا ما يحبوناش كيرا وراوا انه كما تبعتوا معنا كانت هذه عينه من المشاكل اللي راهي تعاني منها نصر حسين داي في نظر الانصار لكن نقولوا احنا المهم انه هذا الموسم انصار نصر حسين داي عفوا لازم يولوا المدرجات ولازم يتبعوا الفريق تاعهم اللي راهو يتنافس على الصعود خاصه انه في القسم الثاني حتى حدا مازال ما لعبت الان راح نمروا الركن اخر ركن المنصه الشرفيه جبنا لكم حوار مع نائب الرئيس كمال سعودي هذا الرجل اللي كثرت عليه الحديث في الاونه الاخيره قرر باش يفتح قلبه لقناه النهار ويقول لكم كاع واش راه يدور في النادي ما لا تبعوا معنا لهذا الحوار الجريء مع كمال سعودي كما كيما يقولوا مام انتقادات تاع لي سيبورتور مام يقول لك كاع الخدمه كو ديروا في انطون كبير ولا بان الوضعيه فهمنا توجور يقول لك طرح لهذه الإدارة الحل يروح كمال سعودي أسكن انت هذه الانتقادات اللي يجوك مع هذه سيبورتو اللي تسمع نقوله من داك السبان في تريبين وش الحاجة شغل اللي خلاتك تقعد وتكمل في النهد يا غنى شوف دك نرجع كنتي سيبورتو تو دابور نشكر كتير لي سيبورتو بتاعنا لباو النداء تاعي المرة اللي فاتت و سيتي ان اكزومبل ولا ايكيب كي يعني لي سيبورتور كي وقفوا مع الفريق تاعهم شوفوا توصل يوصل الفريق ويعمل نتائج فهمني كيف كثر خيرهم ان شاء الله غادي كونتينيو هكذا اونصومبل فهمني دوكا سو كي كونسير كمال سعودي يقول لك كمال سعودي ما جابش لا كوب كمال سعودي ما جابش الشامبيون اخي نادى 40 سنه ما جابوا والو من الدوام افيك لارمادا دي جوار اللي كانوا راك فهمني كيف كنا بتزيري وكنا بماجر وكنا واش دينا 40 سنه ما دينا والو كما سعودي هذا عنده الجراءة اللي يوقف مع الحق إنسان ماهوش حقه إنسان ماهوش تاع الشوا إنسان ماهوش تاع معرفة وهذه تضر مصالح تاع ناس كانوا من قبل ولسوء الحظ كما نقولوا كاين ناس اللي تتشرى تطلع لي تريبيون ويخلصوهم مرة ضد سعودي مرة ضد بودروايا مرة ضد فلان وهذه أنا عملت نداء أنا شخصيا عملت نداء للكومون ديراج لي سيبورتور تاعنا المخلصين فهمني كيف اللي كانوا في القيمه وكثر خيرهم على كل حال باش يكونوا ضد هاد الشبه الانصار فهمني كيف وقولا اليوم انا بدات كيش نقولوا هنايا بدات تبان نتائج تاع هاد الخدمه على كل حكم سعودي مش يقولوا لي انت تقدر كل ما تكون نتيجة سلبيه نقولوا نيجاتيف توجور كامل من السعودي هو اللي يستهدف هما اللي غير يماركيو لا ديس نسمعوا ناس كي كو سي فورتور كي سون بي انا نقول لهم كامل السعودي مليونير من هاد الدقيقه يروح منا جيبوا لنا ناس هذو اللي قالوا انا نقول لك مكتب المسير اللي يحب يجي دوك يجي دوك نروح
نزيد نبوسوا لراسي بحال كيجينا الفريق هذا كان معمر ديوان كان معمر ديوان وهاد الناس لما يقولوا حنا نقدروا نجي ونقدروا نديروا ونقدروا ارواحوا عندكم 3 سنين حنا ما درناش جمعيه حنا جينا الناس كانت في الشارع جينا من المدرجات من تريبون هكذا جينا من تريبون لمينا هاد الفريق ما يضحكوش علينا الناس والحمد لله اليوم كي تشوف الناد واحد ما يسالها اون ابي ديدات اللي الناس مقبلنا 7-8 سنوات كانت الناد تلعب فيها نيدات وراهم هادو الناس هادو معصوب يزور معارض انتم اولاد الفريق وانتم اللي تعرفوا البالون وانتم اللي عطاتكم الناد صح ولا لا رجعوا لاخر رجعوا لاخر انا اقول اخر قضيه صارت لنا مع سواد يزور واحد يحب الناد ويعاون الناد ويمدلنا طلب منا 120 مليون قال لي جاي نعاون صح 120 مليون كيفاش تعاون 120 مليون في الشهر في الشهر كيفاش تعاون منهم نتسبق له خمسة كامل طلب لنا 5 شهور مسبق وراه في فريق واحد اخر وعطاوهم شهرين شوف انا جبد مع روحي قول له رانا عندها قبل هاد السنه في بدايه الموسم شهرين حبسنا المكتب كاع شهرين وحنا حابسين والضرب درنا نداءات وترجيناهم يا ولي عندكم رجال يجيو يشدو مرحبا بيهم صح ولا لا شهرين وحنا حابسين واحد ما تقدم بقات اسبوع على لونغاجمون نخلصوا لونغاجمون تاع تاع الشامبيونا بيرسوني فيو 150 مليون واحد ما جا هاد الناس اللي خلاو الناس في الشارع خلاوها برا حنا اليوم حنا درنا ريجيس كوميرس عطينا اسماواتنا حنا عطينا اسماواتنا ورانا مسؤولين جزائيا وقضائيا وامام الدوله عطينا دراهمنا ونفوسنا سبناها امام الدوله على جنان باه الناد ما تروحش ديس باش الناد ما صرالهاش مشكل كي صرا الوامع على هاد الناس ما جاوش يديروا هما ريجيس كوميرس وهما عملوه هما يجوا مرحبا بهم انا الى يومنا هذا الراجل فيهم يقول انا راجل يجي ويقول احنا كلينا ولا تعرشوه ولا سرقنا يجي بصح انا عندي كاع الملفات بالدليل اللي يهضر بالدليل افيك بروف ولا جل هذيك والناس هذي ما تقدرش توجهك انت فيستغلوا شباب في المدرجات يستغلوهم للاغراض تاعهم سينون انا واش نقول اونكور اون فوا الحمد لله ان شاء الله في هاد 3 سنوات انا واش نقدر نقول بلي الناد لو كان ما جاوش هاد نقولها ونعاودها فيك فيارتي نقولها ونعاودها فيك فيارتي لو كان ما جاش هاد المكتب الناد راه يديس لازم الشعب لازم يعرفها الناد رماوها برا رماوها الناد حنا كيجينا ما كان لا تيليسيتي ما كان لا الماء ما كان لا تيليفون تريكو ما كانش الناد تريكو ما كانش واليوم يعني هاد الكلام يوصلوا كما سعودي قوي كما سعودي قوي كيفاش فاش قالوا كما سعودي 250 بما يكون قوي هنا نخدموا في مجال اخر ودخلنا لكرة القدم فورسي جو لو دي كلارينات فورسي نيف حومتنا هنا اي با اون ا سويفي بوندون 2 ans لا بوليتيك اون فيزي كونفيونس ا سي جون لا اي با بيو ابري ما كانش ريزولتا اون ا ابري بار لا سويت كو نو هاد الناس عندهم طريقه عندهم مصالح ما تشوف لي زاتلات الدراري الصغار كاع وليد فلان وفلان 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 هادي ماشي حنا اللي درناها هادي حنا جينا لقينا كيفاش نقولوا حنايا لقينا انتيران ملغم فهمني كل واحد بابه واش يكون وصلت انايا وصلت الامور الى درجه ان كيفاش نقول لك عضو من انيلو كيما نقولوا حنا انيلو تاع لا بي سي وين يقول لك يا اخي انا دير لي المدرب فلاني ولعب لي وليدي سينو ما يفوتي لكش سينو ما يفوتي لكش في لا بلينيير باه يدعموا النهد يعني حنا كي جينا النهد كانت مقسومه كل واحد عنده اون بار عندك مصلحه الفريق ما تسواش 100 مليون ولا 200 مليون هنا مشينا رانا نمشيو مع لا ريفورم لازم الناس تفهم باللي نصر حسين ده ان شاء الله بربي ان شاء الله اللي عنده في رجل مرحبا به والاخلاق انا وليد الفريق ماذا بيا مرحبا به وليد الفريق ولا كان
ديسيبليني وخدام بصح يعني باقول انا بابا فلان ولا انا ما نخاف من حتى واحد انا شوي با لا با نخاف من فلان ولا فلان ولا فلتان نواجههم كاع ايتيك اللي يحب نواجهه خاصه دوت على المعرفه كالكو سوا سون نون طونك انايا نخدم بنيتي نخدم بنيتي طونك انايا صافي طروازون راني في النهد بدراهمي بدراهمي جيلودي بدراهمي وبوقتي وكما نقول لك ومضحي بالعائله تاعي كما نقولوا بدون مقابل ما نخافش خاطش انا جوسكا ميتنون جميع هاد ولا نقولوا حنا النهد نهدنا وحنا نحبوا النهد كاع نقول لهم الديرني صالير تاعكم شحال كنتوا تدوا من النهد حنا اليوم رانا نخدموا باطل كي كانت وقت زيت الزيتونه والحوت من البحر ما كي كانت الدوله تمد الصونات راك تمد مليار والصونه الغاز تمد 700 ولا بيسي كانت تمد ب 3 ملاير والدي جي اس تمد مليار ونص كي كانوا دراهم الدوله كنتوا كاع شحال كنتوا تخلصوا حنا اليوم واحد ما يمد لنا ونداء انا هذا نداء للسيبورتور تاع النهد بلي يوقف مع الفريق تاعو يوقف مع لي ديريجون هادو ويوقف ما وما يخلعكم حتى واحد وما يكذب عليكم حتى واحد انا اليوم راني نهضر في التلفزيون وهضرت في الجرائد وعندي سنتين وانا نهضر والناس هادو اللي يعمروا لهم في راسهم ولا يجوا يقابلوا حنا رانا هنا يجوا يقابلوا حنا نقابلوا اي واحد نقابلوه راني قلت لك سليمي فكر شوف التبن ما يخاف من النار نعطيك مثال كان واحد اللعاب في نصر حسن داي انا كنت صغير نبكي كي نشوفه وصلت هيا عيطنا له يتعاونوا مع الفريق ولا باس به يعني ماديا هيا شويه دراهم تعاون قال لي واش يقول لي لا ريبونس قال لي كيفاه النهد اللي يجي ياكل منها واليوم كي جات دالتين نجيب دراهم وهذا عنده اسم اسم في النهد عنده اسم كبير يعني يا للاسف اما ديسيو بك بيو ابري جي كومونسي ابري لي شوز ولا الناس هادو مفكرين بلي يقدروا يديكوراجيونا ولا ما جو بونس با انا وليد لوساندي هاد ما يقدر يديكوراجيني ونقابل اي واحد فهمني كيفاه اي واحد اي شخص يقول لي انا وانا انا نقابله ما عندي حتى مشكل ماتنسي كي كونسيل لو ستاد لو ستاد صافي طروازون وحنا نجريو للوالي للمير لي زيلو نحلو عندنا مشكل عطاني التسريح راوراوا على اساس تقدر تروح تلعب في الملعب تاعك برك لازم لك فتحه لازم لك باب دو سوكور بور دو سوكور صافي طرواز وحنا نبكي ونشكي ما قدروش يديروها خاطر الستاد ما يرجعش لينا حنا للناد لو ستاد سي تاع لا بيسي ماشي رزق الناد اي با طرواز فهمني كيفاه ونا با بو فير اون بور دو سوكور وين نقدروا نلعبوا من غدوه نقدروا نلعبوا في الملعب وطلع في الناد يا اخوان نحب الناد وخلاصيت خويا إذن كان هذا ركن منصة شرفية مع كمال سعودي اللي قال قاوش عنده قال الحقيقة وقال لكم إذا كان رجال في لوساندي وقادرين باش يشدوا هذا الفريق يتقدموا وحنا نتمنوا أيضا أنه الأفضل هو اللي يكون على رأس ناصر حسين داي باش يعاود يرجع هذا الفريق للواجهة وأيضا يعاود يرد الاعتبار للمدرسة اللي كانت تعطينا لاعبين كبار اللي كنا نجدهم في المنتخبات الوطنية. راح نروحوا الركن الحل مع المناصر وحنولوا المدرجات 20 أوت حنجتمعوا الأنصار ناصر حسين داي واش يقترحوا من حلول باش الفريق تاعهم دولي كما كان بكري. لي سيبورتور لي سيب ما يسمحوش فيها يا خاطش النهد راس من هالي سيبورتور هذا واش عندنا عندنا غير لي خاطش علاه ما عندناش هنا قالوا زينات ولا كما وقفوا شي سيبورتور ما كاش لي خصنا خصنا بريزيدو كون راجل هذا ما كان النهد خصها بريزيدو كون راجل هذا ما كان خويا كاي لا فورماسيون شوف بن زموري بن دبكا مازال لا فورماسيون بن عمري الاخر ماشي ياسكا اخو على بها ماشي ما كاش لا فورماسيون ولا كشغل ان شاء الله والله نروحوا بعيد في لاكوب ان شاء الله الناس ماشي صعيب عليها باش تطلع بصح لازم يكونوا رجال انا ما كان لازم يدي اليد في اليد باش نطلع 50 سنه ولا بنا احنا نحبوا الفريق ماشي الاشخاص احنا ما دابينا فريق عريق فريق عريق مدرسه ما دابينا يشدوها الناس اللي عندهم شويه المال ويحبوا الفوتبال تاع الصح احنا ساكريفين عليها ونحبوها مازلنا بشده وعندنا ليسبوار باش نطلعوا لاكتيزيون مالكري 7 مو على الدروازيام عندنا ليسبوار الا ما طلعناش نروحوا بعيد بالكاس ان شاء الله يجي بريزيدو انتي كليما ياكل تشيبا هذا ما كان يا اخو بس قاع يحبوا ياكلوا تشيبا هذا ما يا اخو يا اخو البيرو البيرو حاجه الاولى البيرو يطلع اللي فيه حاجه الاولى حاجه الاولى البيرو يطلع اللي فيه هكذا يا اخو كيما كان يا متلولين وقت ما تشوف ملاحه كيفاش تولي ويعطيهم الصحه على جلتيفو يا اخويا وقفنا معاهم ودرنا اللي علينا في 7 ايام
احنا يا اخويا نحبوا تاعنا اللي كيف تاوعنا ان شاء الله يربحوا يا اخويا. هالدوشه انا حايب ان شاء الله الربح ان شاء الله 50% مشكيت ان شاء الله لا كوب نديوا بربي ان شاء الله وانك سيبورتر انا يا مواطن جزائري بصح والد في ليبيا وعايش في ليبيا وهذه بلادي نستعرف بها ونفوخ بها ماذا بيا شكون روح رياضيه مازال كانت فيا في قلبي ملي كنت في الغربه والحمد لله كتب لي يا ربي نجي لبلادي ونهار بروميير فوا اول مره كي شفت النادي ربحوا بعشرة اخو ولعقوبة العشرين ولعقوبة العشرين ان شاء الله الجيري تحياتي كمان احنا نتمنوا الفريق ناصر حسين دال يعاودوا لي كيما كان زمان لفريق جزائري كاع كترهبوا وكاع كدير له الف الحساب وصلاه لا قبلي لا صلاه شكارات في يربي ينحونا البيرو كاع هذوك ويعاودوا حبيبنا هذا ما كان احنا مدرسه عندنا لي جوار احنا نمدوا لي جوار كاع احنا الجزائر هذه كاع يتاك مدرسه ملاحه اخو ينحوا هذا البيرو سعودي وجماعته خلاطين غير ينحوهم عندنا لي جوار لي جينيور كلش خو يبغون يربح مات ديال قندوز مرزقان هادو مولد الناس خو هادي هي ولا لا لا ها كان الله نولو كيما زمان خو ان شاء الله نولو كيما زمان ان شاء الله نولو يا خو جيبوا لنا كاين بريزيدون شباب عمر دبوس يا خو سيدي علي ملياني عمر دبوس سيدي علي ملياني يا خو جيبوا لنا عمر دبوس ملي حاتوا الى باس عليها لي بريزيدون يا خو هايلين يا خو نحوا البيرو مع مزانجيك نطلعوا لي في كيما بكري كيما بكري يا خو حنا خرجنا في كروشو ان شاء الله ان شاء الله تكاليفوا اليوم ما دام كان اليوم سيرتو اليوم وان شاء الله يتبدل كاع البيرو ان شاء الله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله بورتر تنات اللي كانوا يعاودوا له هذا ما كان لازم يقدموا لنا الدعم باش النصر الحسيده تولي المكان تاعها نعطيك مثال اللاعب السابق رابح ماجير عنده الامكانيات عنده الامكانيات باش يقدم لنا لي سبونسور مي مع الاخر ما دار والو ما قدرش يعاونها بوالو على فين كونت خدمها قال لك انا مناصر لفريق مولودية الجزائر سعودي خطينا هذا ما كان سعودي خطينا هذه هي باش تولي النهد فيما بكري احنا نقول لك هادو الناس اللي يسيروا بالنهد رجال كاين بزاف ناس قال لك ماشي رجال ما عندوش صح واقف سعودي كان سيبورتور راح سلف دراهم وجبد من جيبو وراه يخلص من اللعاب فهمت كيفك؟ بصح تسير كاين عباد راهم يخلطوا عباد خلاطين كاين عباد خلاطين يا الاخ احنا ماذا بينا فارق كيما هذا ماذا بينا الجمهور ما يتقلقش يدعمهم 90 دقيقة وحنا رانا متفائلين كي لاكوب كي شامبيونا مازالها راهو السي ار بي طاحوا في المشاكل تم جاب لهم سبونسور وخرباش هو بريزون تاع لا ليغ قال يدخل روحو في السي ار بي وحنا نجيو نلعبو الام سي يو واش قال لهم اتحدوا نجيب لكم لي سبونسور علاش حنا لي كول دو فوتبول ما تجيبولناش حنا نديرو بالعمري من عندنا وزناجي من عندنا عطافان من عندنا غول خليلي من عندنا شقاوي من عندنا العقبي من عندنا شكون علاك من عندنا عباس من عندنا الجزائر كاع راهم يلعبوا نحو شامبيونات تاع الجزائر يجوا تاعنا يلعبوا الصاله يلعبوا بالصاله نقول لك واحد الكلمه بريزيدون تاع لا فيديراسيون يضل يهضر علينا يقول لهم بريق نصريه مدرسه بصح انا ما تعاوناش انا ما تجيب لنا سبونسور تجيب لي سبونسور نامسيو تجيب المولوديه تجيب كذا وحنا علاش باسكو عمر غير يهضر في ويقول لهم الحاج حنا ما عندناش اللي يقول فيه بالحاج ان شاء الله يا ربي ويسمع ليا مزيان ايغي انا ماذا بيا هو بريزيدون تاعنا من حبه من كراهه خاطر معاه هو برومي دوزيام طروازيام قطريه والسلام عليكم في بنان النهضة مقسومة خويا ونشوفوا لي سيبورتور من داك يجوا من داك ما يجوش وش حنقول لك انايا حنحبوا الناس نجوا كل يوم والناس مقسومه اللي في وحدهم واش عندي وحدهم ماشي هكا مهم حنا ديزاين ديفيزيون لازم نعاونوا ليكيب مهم ندير الجمعة ليكيب ما نجيش كوطا ليكيب وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نربحوا اليوم وان شاء الله لا كوب لينا الله يفرج في ان شاء الله يخصها مزيان ايغيل باسكو سي لو فيس دو كلوب ويعرف الناس من الداخل ومن برا اي سان غون بريزيدون دو نات حنا عندنا فريق
وفريق ديالنا معروف، ما كاش كلوب اللي ما عندناش جوار يلعب في الفريق في القسم الاول، ما كاش كلوب ما عندهمش جوار تاع النادي يلعبوا في الفريق. الله غالب، عندنا بيرو، عندنا بيرو ناقص، عندنا لي جوار ما شاء الله. كان حاجه حنا نتمنوا الطلعه، ما نتمنوش لاكو ان شاء الله، ولا ربحنا ان شاء الله نطيحوا كونتر السيار بي. ليكيب هذه تستحق رجلبك، هذا ما كان، هذا ما كان. والنهضه انا عندي 5 سنين ما جيت شفتها، ولا واحد 6 سنين، والحمد لله اليوم جيت راني لقيت الغاشي لاباس، وان شاء الله نربحوا، هذا ما كان. وعندنا الجمهور، والله العظيم غير عندنا جمهور في دال، والله غير عندنا جمهور في دال. واحد زوج اللي خسروها، عندنا بيرو عيان، عندنا بيرو عيان. من وقت مهار راحت الخليفه راحت النهد، هار راحت الخليفه كرو ايكيب تاع النهد اللي جابوا لي جوار كاع لي بيتور ضربت الخليفه. حنا ان شاء الله نربحوا اليوم، ان شاء الله نربحوا ونتمنوا الطلعه. 60 ليكول دو فوتبول ارجيريا مالوريزمون واش راهي صرا لها، سي لا فوتو ديريجون. اذا كان قادرين على المسؤوليه يتفضلوا، ماشي قادرين يخليوا الناس والرجال اللي قادرين عليها. النهد سيتي غروند ايكيب، لي ماتشر مرسقان قنون فرقاني وين راهم، خلاو النهد الدراري يلعبوا بها، سي مالوس كي لاريفو نهد. اون فو كو لا غروند ايكيب دي نهد دي زاني 80 تعاود تولي يتهلاو في النهد. النهد سيتي ايكيب لي كي ادوني بوكو جوار على ليكيب ناسيونال، ما كاش جوار تاع النهد، ما كاش ليكيب ناسيونال. رجال خصونا رجال ولي ديريسو الملاح، وان شاء الله اللي يجي ما ياكلش دراهم، خو اللي يجي يجي، هذا ما كان. اذا نتمنوا باش يكونوا اخذوا المسؤولين على نصر حسين داي والغيورين هذا الحلول بعين الاعتبار، وان شاء الله نصريه نقولوا تعاود تولي كيما كبير، لانه فريق كبير وما يستاهلش الوضعيه اللي راهو عليها. الان حنمر الركن مناصر منه وخاص عدد، في هذا العدد جبنا لكم مناصر يحب بزاف النصريه، عنده سنوات ابتعد عن الملاعب نوعا ما، لكن لي زونسيا تاع لوسان دي كيما يقولوا يعرفوها طريبيا. اذا راح نروحوا نكتشفوا مناصر منه وخاص لنصر حسين داي ونقولوا لكم. حسن الباجي يبقى المناصر رقم واحد للنصرية رغم ابتعاده عن المدرجات في الفترة الأخيرة بعد تغيير إقامته من حيفوبون بحسين داي إلى المعلمة. رغم ذلك يبقى يحمل النصرية في قلبه، قادنا إليه أبناء حيه ففتح لنا أبواب منزله وتكلم بكل جرأة عن الأزمة التي يتخبط فيها ناديه المحبوب نصر حسين داي. تقدر تقول 86 اليوم من هذا النهد نعرف الخبايا تاعها دوازت، يعني ما كاش اللي يقدر يغلبني في النهد، الخبايا تاعها نعرفهم مليح. ليكيب تاع 90 91 92 93 فريمون كيما دينا شتيتر تما اللي نقدر نقول لك مازال هالان تحرك في القلب. شكون كان فيها ليكيب؟ كانوا فيها 5 لاعبين دولي، زيري بيلا، الخضره الجالي، رزقي عمروش، نصر زكريم، محمد ديره. واش تحب نقول لك؟ التيتر رحنا هكذاك من الفم. لوساندي ستين دايره، وما كاش اللي ينكر، ما كاش اللي ينكر النهد خلقت وكبرت في ليفي. كاش اللي يقول لك لا، لا مستحيل، كاش من هذا. ونقولها لك بكل صراحه، الاوفياء اللي في دار سي ليفي ما كاش وين تخبى، هذه حقيقه. ليفي كيجيو سيبورتيو الناس بها تمعنى الكلمه، حومات واحد اخرين ما يكونش وليد حومتي ما سيبورتيهاش. السلطات المحليه ولا الولائيه ماش فريق صغير ولا ما كاش اللي قدر يعاون هذا الفريق اقل تقدير برك ملعب زيوي، يعني دوك مستحيل
انها تريح 3 سنين 4 سنين الناس ديالها. لما نقرا هذيك النهار في جريده انا يقول لك بور دي كالكولوتوش 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 ما قد انا نقولها لك انا مربيه بالك الوالي ديليغي ولا شاف دايره ديساندي ماذا به الناس هذه نحوها ونقولها له بالك هكذا يجوز في قناه النهار ان شاء الله يسمعها ما عنده حتى غير علم. حسن وبكل تفاؤل يدعو للم الشمل وتوحد أبناء حسين داي من أجل العودة بالنصرية إلى مكانها الطبيعي. أنا نظن يعني باش الليكيب هذه تعاود ترفد روحها تكون لم الشمل السابقين لاعبين قدامى خاصة 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 السلطات خاطش بدون تزكية بدون مبالغة النهد ما تميريتيش هذا تميريتيش هذا المكان ما تميريتيش محنا كيما هذي الأشخاص كيما سيد حسن كانوا يتبعونا وكانوا يوقفوا معنا كانوا ميدك يعاونونا احنا بون كنا صغار شوية بصح شفاو لهم كانوا يوقفوا معنا ويعاونونا سواء في الحومة ولا في الميدان والوقت اللي رانا فيه دوك ولا كل واحد يسيبورتي ولي تحومته وراني متمني بليتو راني متمني باش نشوف مادام راني عايش باش نشوف هان تيتر النه تديه ان شاء الله بربي وراني شامر هذا العام ولا كتب ربي فيها خير يا حزان ندي لاكوب ولا كتب ربي ان شاء الله نتمنوا كل خير لفريقنا نتمنوا عودة سريعة لحضيرة الكبار لأنه النصرية كبيرة بزاف كبيرة بزاف وما تستهلش وراي صح وين تيتر إن شاء الله نعود نملو ونتمنى خلافات صراعات الشيء اللي صرا باسي سيدي باسي عاف الله ما سالف يصفوا القلوب إن شاء الله بسكلو ساندي أنا اللي أنا واش نعرفه فيها رجال هكذا صح نصر حسين دايما فيش الرجال أنا لحقنا لراية الأسبوع هذا الأسبوع جبنا لكم الراية من ملعب 20 أوت ودائما مع فريق نصر حسين داي كانت هناك واحد الراية أنصار نصر حسين داي خلوكم تكتشفوها سويا لكن قبل ذلك أنه نداء عجبني لأنه المنصر تاع الصح دائما يكون مع الفريق تاعه في وقت شدة ولا في وقت الربح إذن ما نطولوش معكم راح نكتشفوا راية الأسبوع نقول لكم تباتو كانت هذيك هي الرأي اللي اخترناها هاد الأسبوع نتمنى أن أنصار نصر حسين داي يلبوا النداء ويساندوا الفريق تاعهم اللي يستاهل نقولوها بكل صراحة أنه يلعب في القسم الأول لأنه فريق عريق وعريق جدا راح نمروا الآن إلى ركن فريق عنات وراح نشوفوا الموضوع اللي اخترناه هذا العدد
حول نصر حسين ديان الكلام راه يدور كثيرا حول الصعود. لذلك اخترنا موضوع للسؤال تاعو يقول لك هل ترون ان الصعود ما زال ممكنا؟ الاجابه تاعكم ما اختناش بزاف، اختنا حاولنا نختاروا شويه منها. عندنا فارس بيطا يقول لك علاش لا ان شاء الله الصعود ما زال ممكن. عندنا ميمو يقول لك رانا طالعين سكارف اللي ما يحبوناش. يقول نصر حسين داي تاكد باللي انه قال انديه تحبوه، وقال الانصار ثاني يعترفوا باللي نصر حسين داي فريق كبير. عندنا كريم يقول لك والله غير كرهنا منها طالعين وعام هابطين، ماذا بينا ان شاء الله كي نطلعوا نريحوا تما. وعندنا قال لك لاكامورا يقول لك وين طلعوا حتى الشجر تاع لوساندي زبرتهم البلديه وطلعه ما فيهاش هذا العام. عندنا تومي طالب يقول لك راكو طالعين ما تتقلقوش. عندنا مينو ديبو يقول لك يطلعوا ولا يهبطوا، حنا دائما نحبوا الملاحه ونشوفوهم وين ما يكونوا. تعليق جميل جدا. عندنا فاتح روج يقول لك راحت لكم الطلعه هذا العام. وعندنا زينو النهدي يقول لك مازال امل صديقي حتى اخر جوله، وهو ما نتمنوه باش حظوظ نصر حسين داي تلعب الى اخر جوله وكل الانديه اللي راهي تنافس على الصعود نتمنوا لها حد موفق. عفوا. والان راح نمروا الركن اخر والرسائل اللي وصلتنا هذا الاسبوع في ركن رسائل فيسبوك. والان رسائلكم وصلت وحنا راح نقراو اللي نقدروا ان شاء الله عليه. نقول لكم ما تفشلوش اللي ما قريناش هذا العدد، نقراوه العدد القادم. ونشكركم كاع اللي راسلنا من المدرجات. نعاود نذكركم كاين صفحات كثيره راهي من المدرجات، حوالي 11 حنا الصفحات ديالنا تو سامبلومون من المدرجات بالعربيه، وراح نزيدو نوريها لكم على الشاشه كيما راهي تظهر باش هكذاك نقولوا كاع اللي داونا لي كونت تاعنا. علاش حنا ماذا بينا نديروا هذه الصفحه باش نتبادلوا مع المشاهدين تاعنا، وانت كيراك فاتح صفحة من المدرجات ومن الفايدة تاعك. معليش نحن ما نطولوش عليكم، نقرأ أول رسالة من عند موح غانم يقول لك كل الفرق الجزائرية مشكلتها الوحيدة هي الإدارة، فليس المناصرين ولا اللاعبين أي دخل مما تعانيه الفرق، بل التضرر الوحيد وخير مثال ما يعانيه فريق أهلي برج بوعريريج الذي هو ضحية السمسرة والطماع كما يقول أهل البرج. شفناه في العدد السابق ونتمنوا له ان شاء الله باش يعاود يرجع لاحواله الحسنه. عندنا صالح ايطاليان يقول لك شكرا لك ولقناه النهار على هذه الحصه الرائعه والتي انتظرها كل يوم خميس بفارغ الصبر. اتمنى التوفيق للعميد مولوديه الجزائر واتمنى عدم سقوط شباب جيجل. عندنا عبدو مدريد يقول لك السلام عليكم، انا عبد الاله من معسكر ولكن حب الصوره تحيه الجي اس اس لخطاش راهي مليح هذا العام وان شاء الله طلعه لمعسكر. عندنا حاتم الباريزيان يقول لك انا مشجع وفاق القل الفريق الكبير اللي نتمنوا له الصعود الى حاضره الكبار وايضا رائد القبه. نقولوا انديه كبيره مثل رائد القبه مثل القل اللي راهي تعاني في الاقسام السفلى وان شاء الله نتمنوا لها تعاود تولي كما كانت بكري، وعلى الاقل تعاود تولي المدرسه تاعها اللي تعطينا لعب بين كبار. عندنا رسالة أخرى من عند أسامة مدريد يقول لك يعطيكم الصحة على الديميسيون إن شاء الله تجوا تزورونا في 5 جويليا وفيف أمسية. عندنا كادر تيلام يقول لك ودادي ديما فور من عند كادر وان ومهار فوريفير. عندنا حسام ايطاليا يقول لك انا حسام مصطيف زورنا يا كمال في 8 ماي 45. عندنا توضيح فقط لانصار رفاق سطيف اللي تقلق وقال لك حنا هما الاولين في البطوله ما جيتو شفتونا. نقول لكم بلي حنا لقب راه قريب يحسم لانصار رفاق سطيف ولصالح الوفاق، لذلك حنا فكرنا باش نشاركوكم الحفله تاعكم ان شاء الله يوم التوجو باللقب، وراح نكونوا عندكم في مدرجات 8 ماي 45 40 وما تقلقوش يا انصار الوفاق. عندنا اخر رساله نقول لك من عند كاكي زيدان حنايا اليوسما شكاره كاينه بصح رانا نتخبطوا في المشاكل. يقول اتحاد العاصمه هذه سياسه اختار هي سياسه الاحتراف، لازم انصار يتعلموا يصبروا ما فيها والو ما دام ان المراسل الوفي ليبقى امور الفريق تاعو سواء في السراء سواء في الضراء. الى هنا وصلنا الى نهايه الحصه، كان هذا كل ما عندنا. تقبلوا تحياتي وتحيه الفرقه العامله معي، الى اللقاء الخميس القادم على نفس التوقيت وعلى نهار تي في سي نورمال. بقوا على خير.